هذا المفهوم، المفهوم العام ولا المفهوم، وإن شاء الله ننطلق في العمل إذا شئتم. بارك الله فيكم جميعا. حاجة إلى الانفتاح على محيطها الخارجي، وهناك خبرات مهمة جدا خارج الجامعة. لما نكون هناك انفتاح على المحيط الخارجي نستقطب هذه الخبرات التي من شأنها أن تعزز من الثقافة العملية للطالب الجامعي. احنا جينا لهنايا إلى جامعة الجزائر 3 بطلب طبعا من الجامعة عن طريق بروتوكول قمنا به نحن شبكة الوطني لمرافقة الشباب الجزائري مع رئيس جامعة الجزائر 3، وين رانا نوفيو بما قدمناه في البروتوكول. ان شاء الله راح نبداو اول نشاط، اللي هو نشاطنا اللي راهو مندرج ضمن مشروع يسمى المشروع اقتصاد الدار. هذا المشروع الذي استدرنا على وشك نهايه المشروع، وحبينا الجامعه. لماذا؟ لانه الجامعه قوه في ايصال الفكر نتاعنا. هكذا يكون تقريبا راح يستفيد منه كل الطلبه والطالبات وكل الاساتذه، وهكذا نوصل الى المبتغى. هي يعني بكل صراحه على بالنا باللي المراه يعني ولا الام او الزوجه هي يعني العمود الفقري للاسره، لذلك الدوره راهي يعني يعني نتكلموا بزاف على المراه في هذه الدوره. التوصل الى الاهداف، اهداف الدوره، واهداف الدوره هذه هي يعني اكتساب خبره في التدريب اولا في هذا المجال، وكذلك يعني اتقان تقنيات ممكن جديده في هذا المجال، ومجالات تحديد مجالات الاقتصاد المنزلي، يعني الفهم يعني المدقق لهذا المجال، وهو علم قائم بحد ذاته. هو ليس بتخصص، إذا كان تقصدي التخصص، نعم نأمل أنه يكون تخصص في الجامعات، يعني في بعض البلدان العربية الخليجية كما السعودية هناك كلية يعني قائمة بحد ذاتها وفيها تخصصات في مجال الاقتصاد المنزلي، كلية نسوية، كلية البنات على حسب يعني علمي، فيها تخصصات. نأمل أنه يكون تخصص هذا في الجامعة في الجزائر، وهو تخصص مهم أنا في نظري.